انا يدي بتحرك ما عمل كتش الحرق قد تزيد تحركي؟ لا هي من الحركة تقال ليدي انا هادي زوين باش سفيان شكون ضرب؟ انا سفيان تغير مرة بريد ميا ضرب او هانتم اخوتي حيرتنا راه صايره طيب هانتم هيا مثلا هيا باش نصيفط من هذا العبوستي ونحطو من هذا العبوس جميل اختي هي البيضه والسر كيتسلق بيض سلقتو صافي ساله هو سيدي يونس السلام عليكم يونس انا سكوت السلام عليكم وزين كلشي مزيان السلام عليكم السلام عليكم سلام كيف رجع السلام لا لا مقابلة أنا وكيه احنا منقضينها ما منقضينها روزي من الزفر هاي روزي مريكا لا هاي روزي لا ديوب تراب سبيت فالا الصبر الصبر ومفتاح الفراش أيوة ناخذينها وغدا نعطو الورد هذيك الورد عا سكر كبير غير تبتك حبيبتي سفيان ياسين دمر ما علينا الحمد لله كلشي زين كلشي زين هذه هي الدنيا هذا شكوت ما بال هي خود لاباس قسترا كود فيش فيش طارة مفامي هي بريزان زندر مايا هي اكويتت داروم يا ارقسترا داروم يا ارقسترا بلو ما قيبه فمايا فاكروستك عندهم يا اكويتت تضحك جدنا تبين بنات استوديو يومين هذي جاب لي الورد ماشي سكتني ماشي سكتني لا ورد معاه ورد جابوه فرحنا بيه وهذي هو راه غير بلانو ويا مزدار اللي على اللي في بالي الناس تبي من هاد الصبور الناس خايب هو الناس خايب انتم اللي حضر الصبر ومفتاح الفراشي هذاك الشيء ويلي طاحت لي نقطه فمو درت ليها ودرت ليها هكا جهه اسكت سلام اسكت جيان سلام كديري لاباس كلشي مزيان بخير صحيحة بخير بغيت نقول لهم واحد الحاجة قال لي شي غليظة في اليوتيوب قلت يعني غليظة ها هي ما انتي غليظة لا ماشي انتي غليظة هي فورمة قال لي انتي غليظة لا ما غليظاش واحد المرة تلاقات معايا شوية قالت لي هي خوتي جيهان ساسا انا وجميله ساسنا واحد اخر جيهان سلامتها سلام سمو سدي فمك خدي سمو سدي فمك هادي قلت لك سدي فمك هادي ساسا مفروش عرفتي جميله ملي كانت مثلا قياس خير الله يشفع جيهان على خلو ما عندها ما عندها فرح اقطيب اقطيب وانا هي اميره قالت لي شكون هو اللي عندي هو زوين جا حموميه صافي عسك صفرا صفرا جا حموميه انا والفرمه اللي تطيف على الفاخر خوت خوت انا كنت سمرا سمرا مع الشمس جا حموميه وانا كنت ضعيفه وجميله ضعيفه وشهيبه شهبة ما نعاوشك بالشهوبيه كي دايره وانا راني انا دابا شهبة وبيضة وطويلة ورقيقة دابا راه تقول لك يا بنتي راه شهبة قولها راه شهبة الله يرضي الله راه عاد شوية عليك انا ايه شهوبيتها كثير الله يرضي شفتها شفتها جميلة راه شعرها راه شعر بشرك انا يا شعري بحال بنات خويا محمد وكثر كاع وبحال خوتي بحال بزاف خوتي اللي قبل كان عندك الشعر اما جيهان سلعتي فهمتي جيهان كانت باقا صغيرة وتقول لي علاش انت كتشهبي وانا شعرك حلو وكانت مريضه وحالتها حاله مريضه مريضه ما جيت شويه عفك شعري وجيهان راها ما غليظاش ولكن جيهان
ساسة هكا لحقاش فاميلتها هكا جيهان كي تزادوا واسنين لا انتوما عائلتك كلها عائلتك كلها لا عمات بواك ولا انا نعرف عائلتك بن مزيان وتا عمتها خا عمها باها الا جداها باها غلي جداها لا جداها رقيقه هما دايرين هكا مفورمين هما فصلتهم هكا باها هي راها مدير مبودر علاش قالوا لي غليظه انا مخليه باها راه مبودر وكتقول هكا كتصاوب قالت انا عيانت قلت لها مش مهتيش فوق في الطاوله فطويل قداش هو وعائلتها تبارك الله فاخره بودره ماشي غلاط داك الغلط اللي هكا دايرين الحركه الغلاط بالسمنه ولا هما هما دايرين هكا هما دايرين هكا نص نص حنا ثاني انا شويه انا ونسى وخا ناكلو وخا نشربو وخا كلشي كيبقى هذا هو لا طيب حنا حنا دينا من جوج جوايه من بو من موي انا با ما كانش مبودر وغليظ كان طويل بحال خوت مايا بحال خوت والوالده عدي كانت مرا عاليه ومقطبنا امي راه كانت كقتيب كانت كان زينه ها هو هذه من هنا كانت هذه راه تقول لي شبيه نقول لها شبيه تتعيا وما تشبهيش امي كانت زينه امي كانت زينه على امي كانت امي كانت كان عاهد العنق عندها طويل مرقب امي يلا في تقول امي كان ما بين راسها وعنقها تبارك الله الرقبه الرقبه كانت بحال عارضه تبارك الله وراها باقا زينين وراها قلت الشي ومات الوالد وخلاص صغيره مسكينه وهزت الهم وهزت الزمان وهزت الوليدات وهزت قلت الشي وهزت احسن منك والحمد الله يلاه احسن منها علاش احسن منها واخا تبارك الله كان عندها سبعه نفوس والديها معاونها ولادها كانوا معاها واخوتي انا واخا كانت معرسه وغادي العرس وكانت معرسه وكانت مصوبه الشعر وكانت مكحله وكانت مزوقه وكانت تشد فرح في العراسات وتشد فرح عند والديها انت يا زراوي كيتك وكيت مويتك من نهار جيتي لبلجيكا حتى المغرب ما غاترش ليك ما كنتش كيقول لك في المغرب كنت مكحل ثاني داك الجواج عندي معفش تزوجت حاجه اخرى ثاني الحنه الله يسر عمرها ما جاتني في رجلين راه قالوا ها قولوا حد اللي كنعرفها قلت لها انا واختي عندي البلغه حق وقدر نلعب على الاقل نقولوا شي نهار حنينا من حنوا الحنوا انا كنت عاقله خالتي تمشي للمغرب تجيب النقاشه ونقشوا طلعت تبارك الله هنا نقشوا اليد ياك مشيتي للمغرب مشات المغرب جات حوايجها ما جايبه معلحتهم في المغرب هذيك مشيتي للمغرب مشيت انا المره الاولى مشيت ماشي خاص شوف خاصك تمشي تكون داكشي مرتب تكون الخيمه عامره طوبيسيون فيها شي مرت الولد وتمشي تفرحيها وتفرحك لا جبتي مرت راه قالوا لك العدول على العروسه ما خصهاش تكون فيه مع العروسه تمشي لقاع امي بارك بارك انا نشوف نشوف واش خويا يمشي ولدي انا يولي اخويا انا يجيب لي كاع البنات الولاد اللي كاع البنات وليداتهم انا نجوج خويا ولد ليا على الاولاد وبزيانه ليا انا صافي ونشوفو عنده وليداتو نشوف خويا عنده ولادو طيب ولادو بغيت هلا فمي ولكن حاجه وحده مرحبا ما بغاوش يتهلا فمي ولكن حاجه وحده شافت لهم مقلع ولكن حاجه وحده شوفوا ولادو الله يكمل عليه ولكن الا الوالده خط احمر الوالده قوم بالعمل قوم بالعمل هكا ضروري وطلع العروسه هانتوما خوتي انا واحد الحاجه واحد المره قالتها في القناه ديالهم اقسم بالله لا قالتها ومن اللي قريت داك الكومونتير ديالها ضربني في قلبي هذيك شنو قالت هذيك مره ونص قالت شوفي الوالده دابا مسكينه محنه على وليداتها واخا كبار وكتعجن وتطيب وتعطيهم ما ياكلوا وباقا كتعطيهم من جهتها حتى القناعه كاع وعلاش قالت باقا كتعطيهم من جهدها وكتطيب وكتعجن من صغرهم وهي مراعيه وباقا لحد الان مراعيه من خوتي اللي باقا دابا معاها كبار وملي تجوج وتجيب المراه تعاود تقول اييه على يعني امي ما كاينش علاش تتمرت ولد تمشي تعاون الام هذه قاصني هذه الكلمه تاعت الام كتبقى تعطي ديما لولادها الولد بحال الكرمه وهو ملي تجوج احنا ما عندناش هادشي في عائله ما عندناش ولكن شي وحدين ولاو كيقولوها اييه المرض ولد ما تهلاش في عبوستها اييه وانتوما كلكم عرفتوا الشرع كلكم عرفتوا الشرع انا بغيت غير
عين الشرع كل كومونتيرات قلتو الشرع مرت الولد بالشرع ما تعاوش عبوسه مرت الولد الشرع انا بغيت عين الشرع واش عرفتو الشرع في هاد الكلمه والشرع عرفتو اش تيقول لا الشرع الشرع والساع الجار على جارو عاد وفهمتو الشرع ام راجل فهمتو في الشرع خوتي اخواتي بزاف سمحوا لي على هاد الكلمه فهمتوا في الشرع بزاف في هاد الكلمه في هاد الناحيه ديال العجوزه ما ماشيش بزز على مرت ودها اييه فهمنا الشرع والانسانيه فين هي هاد الشرع قلتو والانسانيه فين هي والحسنه فين هي على الاقل خصنا نربوا وليداتنا حنا فينا خصنا نربوا وليداتنا على المساعده وفينا وليداتنا ملي كبروا واش غايقولوا الوليدات لا دابا انتيا لا انتيا شوفي انتيا انتيا مرت الولد وانا راني مرت الولد اييه ياك اييه غادي تحطي الطابله وتاكلي وتشربي وتجيبي راجلك ياكل وتدوري بوليداتك وتدوري راجلك واش انتي فكرتي في داك الراجل كيفاش كيحس انه امو جالسه بوحدها غطاوعك راسك تحطي وتاكلي وتشربي انتي وياه ولادك وهو كيفكر في امو راه جالسه بوحدها ما قلتيش في خاطرك بان راجلي راه مغير وطالع عليه الدم ومريض من ناحيه امو لا خاصني حتى هو كيف ما كيتهلا فيا وكيدير بخاطري حتى انا ندير بخاطرو ومشيت غنتهلا في ديك الوالده لا ما بقاش هادشي فهمتوا جبد الهضره الهضره فهمتوا زدتوا لهي خاصك تفكري في راجلك راه هو كيفكر في امو خاصك تعاوني راجلك راه هو كيفكر في امو كيفاش تعاوني تهلا ليه في مويمتو يا ماشيش تكوني انانيه وهاد الكلمه اللي تعدي واش الشرع واش الشرع واش الشرع فهمنا الشرع والانسانيه فين هي والانسانيه ان امراه عندها 70 عام وكذا وانتي قاعده تقول امك والمرت ولدك ما خاصهاش تمشي تعجل ليها وراه خاصك تجيبيها كنتي انسانيه بنت الناس مأصله ومربيه وكل يعني فيك الانسانيه في قلبك جيبيها وتغسلي ليها رجليها وتغسليها كلها وتهلاي فيها وتحطي لها الطابله وتوجدي لها الزربيه تقول لها خالتي كولي وشربي وديري تقبلي وصلي صلاتك هذه الانسانيه الانسانيه اللي شدت اما هذيك الكلمه تاع الشرع فهمناها الا كان الزوج الا كان راجلك قاد باش يجيب ليها قاد باش يجيب ليها خدامه عنده الفلوس باش يجيب ليها عنده الفلوس باش يعطيها ما محتاجش ليك انتيا باش تعاوني في امو هذيك ما قلنا تاعي بحال دابا انا عجوزتي بحال دابا انا عجوزتي الحمد لله انها تبارك الله مزيه عليا علاش عجوزتي انا عندها الخدامه ديالها اييه وعندها الطبيبه ديالها وعندها الفرامليه ديالها كيجيو في الصباح وتيجيو في العشيه اييه وعندها الطياب والخدامه ديالها المساعده ديالها اللي كتجي كتخرج هي وياها وكيتقداو وتيجيو وتيطيبو وتتحط لها ماكلتها وقاده معده كلها تجمع معاها تجمع معها وتخرجها تفوج هذه بلجيكا سمح لي سبب جميله بلجيكا ما محتاجاش مرت الولد تخدم على عجوزه انا فاش كنخدم انا كنحضيها كنطهل بعينيا تنجيبها تنعطوها الحنانه ولا دارت شي حاجه كنجلسوا نجمعوا معاها تنعمروا عليها محتاج الحنان تاعها درت كسكسو نسقي ليها اولا راه معاها في الدار درت رفيسه درت الكرعي درت الحوايج اللي هما مغربيه وعارفه عجوزتي عزيزن عليها هاك تما بحال دابا هاد الحريره انا عارفه عجوزتي عز عليها غادي ندير لها الحريره ديالها ديالها ونديها ليها ديال بحال هادشي عاط ليها الحنانه اما هي ما محتاجانيش في الصغيره والكبيره فهمتي هذا نبغي نفهم عجوزتي انا بلجيكا ما محتاجانيش ولكن انا كندير صوابي هكا كرمتي هكا انت تجمعوا عليها تنجمعوا عليها تنجمعوا عليها تنونسوها تنضحكوا معاها وتنفوجوا عليها وتتفوجوا علينا وراجلي انا
علاش انا شتي انا راه صابره خاص انا راه خاصني نشد راجلي ندير ليه هوك نقول لي زيد يلاه نسكر بوحدنا هاي حيتاش ما ساكنيش مزيان ولكن في قبل مو جميله في قبل الوالده ديال راجلها صابر على داك داكشي وفي قبل راجلي وفي قبل راجلي حيت راجلي انا لا 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 جبيتو من عند مو بحال عتمرضوا بحال قسمتو ماشي بحال عتمرضوا 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 بحال قسمتو قسمتي قسمتو وخشيت فيه موس ولكن انت ما عتعيشيش مرتاحه وهو مقسم لا اشنو غيعذبك؟ غيعذبك الضمير ديالي وبينك وبين وبيني وبين الله غنقول انا فرقت الولد مع امو اما جميله راه تخرج هي وراجلها ويعيشوا قايدين والله انا مرتاح ما ترتاحش علاش؟ انا نقول لكم واحد الحاجه انا ملي كنت في المغرب ياك ساميه عشت حتى الدقيقه الاخيره مع امي واخا عندي داري واخا عندي فين نعيش امي خيره وكنت كنسافر بالعربيه مع امي وكنقول نعيش حتى الاخر ديال النهار ديالي نعطيه لامي ورد مشتوني انا مشيت في العطله مشيت عند المغرب بقيت مع امي في العربيه مع امي في الشتاء مع امي في الحراره مع امي في العيد مع امي في رمضان مع امي خاصني نعطي حياتي لامي ما حدها بقى حيه حتى النهار اللي ما عرفنا شكون الصامق ما بقى عليكش وما كتبقاش عليك اللومه بحكاك دابا انا مع عقوستي بقى لك على الحرق نقدر نصبر على السوسات نصبر على السوسات نصبر 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 ولكن هذيك المره ما نأذيهاش ما نمشيش ما نفرقهاش على ولدها ما تسماش جميله فرقت الريوس لا الله يحفظنا وتا واحد ما يفرح جميله من العائلات تخلي مثلا هي وراجلها وتخليها بوحدها على الوالده غتخاف على الوالده تخاف عليها هذاش واحد اختي انا اللي كاينه في المغرب عندها نفس القضيه مع عقوستها مسكينه امي كانت كتقول ليها يا سخطها رضي يا بنيتي تهلاي في عقوستك وتهلات اختي اللي في المغرب تهلات في عقوستها حتى الدم والامانة الدم والامانة امانته الله يرحمها ويجدد عليها رحمته وكانت واحد المراه الله يرحمها مسكينه حنا كانت عزيزه علينا كانت كنا نموتوا عليها كانت عزيزه علينا مسكينه كان فيها الجد كان فيها الجد وكان فيها المعقول كان فيها الجد وكان فيها المعقول كانت تبغيك من خاطرها من قلبها من قلبها ومرا ما تنافقكش دي كورديه وما تنافقكش هاد المرأة دوزت اختي مسكينه كانت الله يرحمها الله يرحمها واحد رجع جابت هضره قلنا هذا كثير كثير قالت لكم غير فين الانسانيه انسانيه رتا انا ما ملزوماش عليا عقوستي رتا نزها هاد البلجيكي تا هو تدير تايا دير كيما شي وحدين شي وحدين درت الوراق الريش عندي طلع الو عليا الويل بحال راهي خمشه تبرع وكيل لا لا كيف هو عاونك ما نقدرش ما نقدرش كما قالت اختي ما نقدرش ما نقدرش كيف هو عاونك نهار الاول قبلتي باش تزوجي ليه نهار الاول هزيه باش ما كان انفو قبلتي انك تزوجي بيه نزع هذوك الطلاقات ديالها راه ماشي هي اللي كتزيدو تخليهم هما اللي كيعذبوني راه حتى كيركبوها على الموت غادي يمشيو هما كيمشيو والهضره كثير هضره كثير مشاو عليا انا انتهى